حقيقة الأخوة الإنسانية التي تم إصدار زايد المهيان ولي عهد أبو ظبينا إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة. القرآن الكريم مع الطالبة. وجد إسامة ونحن بشر دون النظر إلى ألوانهم أو أديانهم في وسائل الإعلام وآلية الحد من خطر الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إخلاص على العام للتنبيه والتأكيد على خطورته لا يوجد بين هذا الله وبين الله المبتدئ وإنما الله شعر راعي هذا الفاسد ولد كذلك ولد منه منها كذلك الاعتداء على العقل والفكر ظهير ذلك بسرعة نشر المعلومة وكذلك اليوم نحن يوم نطالب الوالد بأن يرعى أسرته ويعرف وأفاد 52 خاص لارتباط الجمهور بها ودعمها للمنحة الذي ينفع الأوطان جوانب التراث والثقافة فأن تنتمي لوطني مثلا يعني شرف كبير.